أنا تعبير إلى الأخت صوفيا الحجوجي معك السيد محمد حيري رجل الأعمال ومناضل حزب التجمع الوطني الأحرار، وتنتكلم بصفة عامة كشباب التجمع الوطني الأحرار المتواجد بدولة الصين. إحنا اليوم تنشغل بدولة الصين يعني من مدة، وهذا بالتجارة العالمية. دونك تنتفاجئوا بواحد المرض سميتو مرض كورونا فيروس اللي صاب واحد المدينة موجودة دولة الصين اسمها أوهان، اللي تتبعد على مدينة غوانزو 2500 كيلومتر. دونك هذا المرض صبح مرض العصر، أصبح مرض معدي، أصبح العديد منه يشتكي، يعني اللي قريب للبعيد. حنا الحين تنتواصلوا وعملنا هذا الفيديو باش نتواصلوا مع الدولة المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة. حنا تنطلبوا من صاحب الجلالة الله يطولنا في عمره ويحفظه لنا ويجعلنا ذخر على البلاد وعلى العباد وعلى المواطنين المغاربة، باش تواصل مع الشباب المغربي خصوصا الطلبة اللي توصينا عليهم. الشباب هم المستقبل وهم جاو هنا مسكن باش يدرسوا ويكملوا الدراسات ديالهم. أترى بك هم أتراهم دابا في حالة لا يرتلاها، لا مأكل ولا مشرب، ومشاكل عندهم يعني حدود بلاد غلقت عليهم، سفارة مغربية عشان تواصل معاهم ما تتواصلوش معاهم. حالات الإصابات يعني متواجدة حاليا 3500 إصابة، قتلى وصل عدد القتلى إلى ما بين 300-350 قتيل. تنطلبوا من السفارة المغربية باش تمد إيدها لهاد الناس وتساعد. كيفاش تشوفوا دابا حتى الشارع فاضي، محلات فاضية، الناس تخرج غير الفارماسيا تاخد شي حاجة وتترجع، يعني مشكل كبير. يعني حتى الشباب دابا تنبغيو ناخذوا لهم غير شي حاجة الماكلة وهذا ونتواصلوا معاهم، يعني غير بمواد غذائية، بمواد بكلمة زوينة بهذا باش تريحهم. وهذا حنا دابا بمشاكل بركنا دابا في هذه البلاد، وهذا يعني موالفة الشارع تتلقى هكا مكتظ بالناس. هاد الساعة حنا دابا شحال 9:30 الصباح، يعني 9:30 الصباح ما كاين الشارع فاضي، شوف ما كاين لا محلات في هذه الحالة حتى شي حاجة. الوباء تينتشر، المحلات تيسدو، المطار غادي يتغلق، الناس سدو عليهم فوهات، بقينا هنا في مشاكل. تنطلبوا من السلطات المحلية وعلى رأسها المسؤولين وصاحب الجلالة وصاحب وسعادة السفير الموجود بكين، الله يخليك تساعد معنا، وقف معنا، وقف مع هاد الشباب الطلبة اللي هم مستقبل المغرب. تنطلبوا منكم تساعدوا معنا، شكرا. كيف فاضي من الناس، يعني ما فيش حركة. شوف الزنقة، حتى الزنقة، شوف شوف ما في لا ناس، ما في حتى شي حاجة، الشارع فاضي من الناس. وحنا دابا تنطلبوكم باش تساعدوا معنا وتساعدوا مع الشباب المغربي اللي تيدرس في دولة الصين. تواصل معهم ودعمهم ماديا ونفسانيا.